من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بالقرآن، ورقى سعيد أبو سعيد الخدري كما في الصحيح، رقى رجلا أصيب بلدغة فرقاه بسورة الفاتحة وجعل ينفث عليه فبرئ وقام ليس به بأس. ما هو شفاء؟ وقد جرب مرارا إلى اليوم الرقية بالقرآن على أمراض بعضها عجز الطب عن علاجها، فثبت لدى الأطباء سواء المسلمين أو غير المسلمين، ثبت أن هذا المريض تحسن حاله وربما شفي من مرضه كله، وهذا بشهادة الأطباء أنفسهم. الاستشفاء بالقرآن شفاء القلبي. إذا وجدت في قلبك قسوة فاقرأ القرآن لينه به، هذا من شفاء قلبك. إذا أصبت بمرض أو أصيب من تحب بمرض فرقه بالقرآن، فإن هذا من النفع، وهو من الاستشفاء بالقرآن، وتركه نوع من هجران. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.